يا الربع استريح. انتباه بعد انتباه. اللهم صل على محمد. استريح استريح. امين. عن سقي الماء يا رب لك الحمد. اذا يمكن الحوضه توقع الثامنه والتاسع. الحوضه الثامنه والتاسع في داخل حدود القريه. ويعتبر سقي الماء من افضل القربات واجل الصدقات، ولقد جاء في السنه النبويه المطهره ذكر افضل الصدقات الجاريه عند الله تعالى سقي الماء. فقد راى عن الصحابي الجليل سعد بن عباد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان امي ماتت افتصدق عنها؟ قال نعم. قلت في اي الصدقات افضلها؟ قال افضل الصدقات سقي الماء. صلى على النبي الربع ولا اله الا الله. طبعا تجلى اهميه الصدقه بالماء في ان تظهر قيمته وحاجته للناس. وقال الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حيا. وأهمية الماء المخلوقات الحية كافة سواء من حيوانات من نبات فعشان كذا أطلقنا هذه المبادرة سميناها سقيا، ويتستهدف الطيور والبساس اللي موجودة في بيئتنا. وأطلقناها باسمنا وباسم الزملاء المشاركين معنا في البرنامج، ونسأل الله أن يكتب أجرنا جميعا ويتقبلها الله سبحانه. هذه نصيحة وهذه يعني زي المبادرة، عسى الله يكتب أجرنا جميعا إن شاء الله. والله يسلمك. العين اشوفها على الانحاء، يمكن بابا يجيب المخرج. هي لان المويه حدودها. تحط الماء هنا حلو، وتحطه في زاويه ولا عند بيتك ولا في الزوايا، وزعنا في الزوايا وهذا اللي في النص. ايه هذا اللي في النص. الطيور ينزل الماء اللي في الابيض اللي تحت. القريه مكانها هنا صح؟ هذا مكانها هنا الابساس. الابيض اللي فوق. لا احد يجيها. ايه الابساس وللطيور اللي هنا ولل اذا يعني ضايقتنا في شيء ولا شيء يمكن نحطه في الزوايا الثانيه. الله يبين وجهكم يا علي ويسعدكم ان شاء الله. اسلم سلمان. الف شكر لكم. الله يرحم والديك. هذه ان شاء الله ان نتقاسم اجرها جميع ان شاء الله. شاي شاي. تفضل يا سلمان. اول حاجه الله يعطيكم العافيه على المبادره الجميله صراحه، مبادره جميله جدا وجت بوقتها. لان في ناس والله العظيم برا القريه انزين بعضهم قصرين عندهم بنفس الحاره وعند البيت. صحيح. بعضهم قصرين ما يحطون عنده طيور خصوصا بالصيف، ايام الصيف تكثر حتى موت الطيور العصافير والطيور. فالمبادره هذه جدا جميله، مو لازم انها نفس كذا. في عندكم بعد الصينيه. صحيح. زين حط عليها ماء وخلاص. ومبادره صراحه اشكركم عليها. ولا تكلف شيء ترى الربع. والله ما تكلف شيء. اي والله ما يكلف شيء. يمكن العمل هذا هو اللي يدخلك الجنه. اجر عظيم. من الله يرحمك فيه يدخلك الجنه فيه. اي والله كل كف رطبه اجر. صراحه الله يجزاكم خير. الله يكتب اجركم والله. ابي شيء عبد الله؟ لا لا بغني بس. الله يوفقكم ان شاء الله. اي علي علي يدورك يا باك. وينك يا علي؟ يا الربع سامح وعلي الجنه.